بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبو القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. طلابنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الصف السادس الإعدادي العلمي والأدبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا وياكم باليونت الثالث، وهي المحاضرة الأخيرة، قطعة اليونت الثالث التي تتكلم عن المترجمة سميرة المحمود. سميرة المحمود، جميع الأسئلة اللي راح نقراها واللي راح ناخذها هي أسئلة وزارية وردت في السنين السابقة، أوكي، وجدا مهمة. طلاب لا تتركون الأسئلة، خصوص الطلاب اللي يردون 100 درجة. What is سميرة المحمود؟ من هي سميرة المحمود؟ She is an Iraqi interpreter، هي مترجمة عراقية. سميرة المحمود is، طبعا واردة بالوزاري، a painter أو an interpreter، طبعا an interpreter لأن كلمة an interpreter معناها مترجمة. انتبه، السؤال الثلاثة، What was سميرة المحمود interpreting؟ ماذا كانت سميرة المحمود تترجم؟ She was interpreting from English to Arabic، طبعا to Arabic. انتبه هنا، أنا خاف تجين على شكل فراغ، من فراغ إلى فراغ، ما يصير تقول من العربية إلى الإنجليزية، خطأ طلاب، انتبه على هذا الشيء. She was interpreting from English to Arabic، ما يصير تقول from Arabic to English. أوكي، سؤال ثلاثة، interpreter المترجم must have three active languages، المترجم يجب أن يكون لديه ثلاثة لغات فعالة active. أوكي، true or false، صح له خطأ؟ لا خطأ، اثنين كافيات. اوكي، يعني انا اريد اترجم من الانجليزيه للعربيه، بس يكون عندي لغتين، لغه الانجليزيه ولغه العربيه، الثالثه شو اسوي بها؟ خلاص. اوكي، انتبه هنا، كونفرنس انتربريتر ماست ترانسليت ايتش وورد ليترالي، انتبه ليترالي هنا معناها حرفيا، كونفرنس انتربريتر مترجم المؤتمر يجب أن يترجم translate each word literally، true or false، false شلون يترجمها حرفيا؟ لازم إيش يترجمها؟ لازم يترجمها معنويا وليس حرفيا. okay، where is the annual Arab oil industry conference held؟ لاحظ conference held، where أين عقد المؤتمر السنوي annual للدول العربية المصنعة للنفط؟ لاحظ، it is held in the Hilton Hotel Abu Dhabi، عقد مهم جدا وزاري، in Hilton Hotel Abu Dhabi، في فندق الهيلتون في أبو ظبي. زين، سؤال سبعة، يقول where was she born، يقصد بها سميرة المحمود، أين ولدت؟ born أين ولدت؟ انتبه، مهمة جدا، she was born in Britain، في بريطانيا انولدت، لكن her parents، لكن أبويها are both from Iraq، لكن أبويها كانوا منين؟ من العراق. زين، how did سميرة prepare for the conference، conference المؤتمر، كيف تحضرت أو تهيأت أو استعدت سميرة إلى المؤتمر؟ She knew the topic، هي تعرف الموضوع مسبقا، was oil، حول النفط. So she read about the subject، لذلك قرأت حول الموضوع. To get familiar، لتحصل، okay، أو لتكون على دراية، familiar with the technical terms، لتكون على دراية بالمصطلحات التقنية الشائعة، familiar الشائعة، أوكي، الكلمات الشائعة بالنفط شنهن، فهي قرأتهن. أوكي، سؤال هنا أيضا تسعة، وجاين بطريقتين بالوزاري، يقول why is an interpreter to listen to the news and read the newspapers، يقول لماذا من المهم المترجم أن يسمع الأخبار أو أن يستمع للأخبار ويقرأ الجرائد؟ أو why should interpreters
المترجمين read newspapers. لماذا يجب على المترجمين أن يقرأوا شني الجرائد؟ نفس السؤال جاين بطريقتين. أوكي. To have good general knowledge. لكي يحصلوا على معلومات عامة. And know what is going on in the world. ولكي نعرف ماذا يدور في العالم. لاحظ مهمة جدا. يعني على مود يكون عندهم اطلاع ودراية بكل المعلومات وتكون عندهم ترجمتهم قوية. أوكي. How can an interpreter be good? كيف يصبح المترجم جيد؟ لاحظ. When he follows the news. عندما يتابع الأخبار. And is well informed. ها. ويكون حسن الاطلاع on many topics. على عدة شني أو الكثير من المواضيع. topics مواضيع. True or false? True. جيد. سؤال 11. How did Samira grow up? كيف تربى السميرة؟ انتبه شلون تربى السميرة. والجواب نفسيته يجيني على شكل فراغات. She grew up speaking Arabic at home. لاحظ. إذن لغتها في البيت شن هي؟ Arabic. But English at school. لكنها إنجليزية وين؟ في المدرسة. يعني تتحدث بالبيت شني؟ العربية. دير بالك علي يجي فراغ. أوكي. وهنا أنا أيضا فراغ قبل السكول. بالسكول إنجليش. بالبيت عربيك. تفهمها زين. زين. The course in conference interpreting very easy or difficult. يقول الكورس للترجمة ترجمة المؤتمرات جدا easy سهل or difficult. طبعا difficult. يقول why was the course in conference interpreting very difficult. ليش هو جدا صعب؟ لاحظ. Because only 50% of the students. لأنه 50% من الطلاب who were accepted past their final exams diploma. لاحظ هنا يقول كانت صعبة جدا لأن 50% because لأنه 50% فقط من الطلاب المقبولين الذين اجتازوا امتحان الدبلوم النهائي. جيد. لنفرض أنهم قبلوا 100% أو 100 يمتحنون ف50% راح ينقبلون بهذا الاختبار. How does Samira work like most conference interpreters? كيف كانت تعمل سميرة كمعظم مترجمين مؤتمرات؟ كيف؟ She works freelance. لاحظ. Freelance هنا بحرية معناها العمل بحرية. مهم جدا هذا. Like most conference interpreters. طبعا مهمة. هنا الجواب مالتها She works freelance. انتبه هنا على هذا السؤال وزاري جدا مهم. What does working freelance. ماذا نعني بكلمة العمل بحرية؟ مين معناها؟ أو When does she work. أين عملت؟ اثنيناتهن على سميرة المحمود اثنيناتهن يحتاج لهن جواب واحد. Working when you need to and for the organization you want to work for. يعني تعمل متى ما تريد. You need to and ولأي منظمة organization you want to work for أو لأي منظمة تريد أن تعمل لها. يعني بحرية. طلابنا الأعزاء لهنا بالنسبة لسميرة المحمود انتهت الأسئلة اللي عليها. طبعا غالبية الطلاب مطلعين على القطعة والقطعة مالتها جدا حلوة وسهلة بالنسبة للمعلومات اللي بيها. تقدر تجاوب من خلال معرفتك لهاي الكلمات الشائعة اللي هي familiar. أوكي. قلنا كلمة familiar معناها شائعة. يلا طلابنا هذن الأسئلة حاولوا تحفظوهن. حاولوا تطلعون أيضا على القطعة ليكون عندك معرفة عامة بها. خاف ما تجيك مثلا أو تجينا أسئلة ما موجودة أو تجينا أسئلة هي موجودة أساسا بالقطعة. فلذلك أنصحكم قراءتها. طلابنا لهنا انتهت محاضرتنا. أتمنى من الله سبحانه وتعالى توفقنا بإيصال معلومة لكم ولو شيء قليل. لا تنسون طلابنا جميع المرضى بدعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.